إذن متابعينا الكرام، كما شاهدتم وكما ما زلتم تشاهدون في هذه المشاهد للحظة مرور مروحيات الأباتشي الهجومية، أقوى مروحية هجومية في العالم من شاطئ أكادير. وكما هو معلوم، مناورة الأسد الإفريقي تشارك فيها مروحيات الأباتشي الهجومية. كذلك لدي بعض المعلومات الحصرية متابعينا الكرام التي تقول على أن أول ظهور لمروحية الأباتشي المغربية ستكون في معرض مراكش للطيران المقبل، والذي سوف يكون في 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر في الشهور القليلة المقبلة، حيث سوف يتم تقديم لأول مرة مروحية الأباتشي الهجومية بالراية المغربية بالتمويه المغربي بالنسخة المغربية، وهي عفوا الأحدث على مستوى العالم وأقوى مروحية هجومية في العالم، اللي هي الأباتشي غارديان بنسختها 6، اللي هي تعتبر أحدث جيل من مروحيات الأباتشي، بل الأقوى على مستوى العالم. ولا توجد أي مروحية في العالم تنافس الأباتشي، لا من ناحية النتائج المبهرة اللي حققتها على مختلف ساحات المعركة، ويعني المعارك الشهيرة التي دخلتها، والنجاح الكبير ضد منظومات الدفاع الجوي، ولا ضد الدبابات، ولا ضد المشاة، ولا ضد الميليشيات بصفة عامة. فبالتالي دخول مروحية الأباتشي الهجومية للخدمة لدى القوات الملكية الجوية سيضيف قدرة مرعبة جدا للقوات الملكية الجوية وللقوات المسلحة الملكية بصفة عامة. فالأباتشي متابعينا الكرام لحدود هذه اللحظة لم تستطع أي دولة أن تصنع ما يماثل الأباتشي، ولا يوجد حتى لدى روسيا ولا الصين أي مروحية قادرة على أن تنافس الأباتشي. روسيا مثلا شفنا المروحيات ديالها في أوكرانيا كيف يتساقطون الواحدة تلو الأخرى، لدرجة على أن الروس ما بقاوش قادرين على أنهم يدفعوا بالمروحيات ديالهم للتحليق فوق أوكرانيا، فبدأوا كيستعملوا فقط صواريخ الكروز والطائرات بدون طيار الانتحارية، خصوصا اللي خدوها من إيران وداروا لها مصنع في روسيا باش يستخدموها في أوكرانيا. لاش؟ لأن في بداية الحرب استخدموا المروحيات ديالهم بكثافة وما قدروش على أنهم يوانطروا، ما قدروش على أنهم يبقاو بالمروحيات تحلق في سماء أوكرانيا. علاش؟ لأن كل الأصناف من أحدث مروحية روسية إلى أضعف مروحية روسية كلها سقطت، من كاموف إلى الام اي 28 إلى الام اي 24 إلى الام اي 17 إلى بل وصلت الدرجة لأن المروحيات أو بأن المروحيات الروسية تسقط في المجال الجوي الروسي. وهذا الشيء بطبيعة الحال عرى الواقع ديال المروحيات الروسية والأداء ديال الباهت ويعني التكنولوجيا يعني المتهالكة اللي فيها. حتى أحدث مروحية اللي هي الكاموف ما قدرتش على أنها تقدم شي حاجة في الحرب، بينما مثلا مروحية الأباتشي إلا جينا نشوفوا التاريخ ديالها والعمليات ديالها كتلقى أقدم نسخة مثلا من الأباتشي قدمت الكثير والكثير، فما بالكم بالنسخة الأحدث والتي حصل عليها المغرب اللي هي الغارديان، اللي هي مطعمة بتكنولوجيا حديثة جدا، عندها رادار جديد ديال اللونغبو بأنماط جديدة، عندها نظام التحكم في الطائرات بدون طيار، طائرات المسيرة، عندها صواريخ، كنت تكلمنا على النسخة المغربية الصواريخ موجهة بدل صواريخ الهيدرا، كنتكلم هنا على الابيكا دبليو اس اللي هو صاروخ جديد حول صواريخ الهيدرا اللي كانت غير موجهه الى صواريخ موجهه. فبالتالي مروحيه الاباتشي اليوم خصوصا اللي غادي يحصل عليها المغرب، المروحيه الواحده يمكن ان تحلق بعشرات الصواريخ الموجهه، وهذه هي الخطوره ديالها. يعني المروحيه الواحده تقدر على انها تفرتك رتل كامل من المدرعات ولا من الدبابات ولا من الآليات ولا من جنود العدو ولا ما إلى ذلك من هذه الأمور. على ذلك الشيء هذه الصفقة متابعينا الكرام تعتبر صفقة هامة جدا للمغرب وللقوات الملكية الجوية، كذلك تضيف قدرة ردع كبيرة جدا ورعب كبير جدا للقوات الملكية الجوية وللقوات المسلحة الملكية المغربية. معلومة أخرى بغيت نضيفها أنا متابعينا الكرام، وهو هذا المشهد اللي كتشوف التحليق ديال هذه المروحيات. صحيح ان هذه مروحيات امريكيه جاءت للمشاركه في الاسد الافريقي، لكن من يحلق معها هم طيارين مغاربه، لان طيارين مغاربه على ما اظن سلاو التكوين ديالهم والتدريب ديالهم على مروحيه الاباتشي،
تسليم ديال مروحيه الاباتشي ما بقالوش بزاف، اشهر قليله فقط وغادي يتسلم. فبالتالي الطيارين المغاربه والطيارين الامريكيين يحلقون بمروحيات الاباتشي معا في مناوره الاسد الافريقي. وهنا اوجه التحيه لسيرب البريداتور، سيرب المفترس هو اسم السرب اللي غادي تسمى به سرب المروحيات الاباتشي في المغرب. البريداتورز عندهم رمز جميل جدا، هذاك الفيلم ديال البريداتورز اللي هو معروف، الفيلم الخيال العلمي، هذاك المخلوق الفضائي اللي كيجي من 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 الفضاء وكيبغي على انه يقاتل المحاربين وما الى ذلك. خداو هذا الاسم، هذا البريداتورز المفترس، ثم كذلك تم تسميه سرب الاباتشي في المغرب بسرب البريداتورز. كذلك على ما اظن هناك سرب اخر اللي هو سرب العقرب، وكلاهما عندهم شعار رائع جدا ديك الساعه نحاول نشره هنا في القناه. فمتابعينا الكرام، فيما يتعلق بصفقة الأباتشي مثلا، ولا صفقة الهيمارز، ولا صفقة الباتريوت، ولا مجموعة من نظم الأسلحة الأخرى، هي غادي تعطي للمغرب قدرة رد عين كبيرة جدا. وأنتم تعلمون أنواع التهديد التي تحيط بالمغرب، الجار المجنون، الأحمق الأهوج، ودعمه للميليشيات والجماعات المسلحة، وتهديده في كل مرة للأمن والاستقرار ديال المغرب. فبالتالي من اللازم على أننا نقوي قدراتنا العسكرية، وهذه المسألة كذلك داخل فيها حتى الصناعة العسكرية. مثلا الصفقة ديال مروحيات الأباتشي، المغرب كان قد أبرم مع شركة بوينغ اتفاقية خاصة من أجل إحداث مصنع في المغرب. هذا المصنع غادي يقوم بصناعة قطع الغيار ديال الأباتشي، كذلك غادي يقوم بالصيانة ديال مروحيات الأباتشي هنا في المغرب. وبالتالي نتحدث عن نقل التكنولوجيا في صناعة الدفاع والصناعة العسكرية، كذلك باقي المسائل المتعلقة بصناعة الطائرات بدون طيار والأسلحة المختلفة الأخرى اللي المغرب غادي بداها أو بدأ فيها بالفعل. وهذه المسألة غادي تعطي للمغرب الاستقلالية فيما يتعلق بالتسليح. لكن حينما نتحدث عن مروحية مثل الأباتشي، فمروحية الأباتشي هي الأقوى في العالم، هي الأحدث في العالم. كان هناك دول مثل روسيا والصين ما قدروش على أنهم يصنعوا شي مروحية مثل الأباتشي، فبالتالي هي مهمة ومهمة جدا بالنسبة لنا، وكما قلت ستضيف قدرة رد عين كبيرة بالنسبة للمغرب، وستجعل أي عدو يفكر مليون مرة قبل ما يواجه المغرب عسكريا. وكما ذكرت أنتم تعلمون حجم التهديدات وأنواع التهديدات التي يواجهها المغرب، فبالتالي لا بد من أن نزيد من قوتنا. كلما زادت قوتنا الاقتصادية لا بد من نزيد القوة العسكرية لكي نحمي المكتسبات ديال المغرب والأمن والاستقرار ديال المملكة المغربية. متابعينا الكرام، ألف تحية لأبطال القوات المسلحة الملكية المغربية، أراكم في فيديو قادم عن المزيد من التفاصيل.